اليوم غنشرح درس علوم الحياة والأرض لفائدة السنة الثالثة إعدادي، عنوانه الهضم. أولا خاصنا نعرفوا ما هو الهضم. الهضم هو ظاهرة ميكانيكية وكيميائية يتم خلالها تحويل الأغذية من جزيئات كبيرة إلى جزيئات صغيرة وبسيطة سهلة الامتصاص من طرف الأمعاء. الهضم هو ظاهرة ميكانيكية. ما معنى ميكانيكية؟ ميكانيكية يعني تتم بتدخل حركة العضلات. ما هي هذه العضلات؟ العضلات المتواجدة على مستوى الفم اللي هي الأسنان، وعضلات البطن. يعني بالتحرك تاع هذه العضلات كتسمى لنا ظاهرة ميكانيكية. أما الكيميائية فيتم هضم الأغذية بتدخل أنزيمات. هاد الأنزيمات كتلعب الدور تاع المقص، بمعنى أنها كتشد هاد الجزيئات الكبيرة، كتقوم بالتقطيع ديالها وتحويلها إلى جزيئات صغيرة دون التدخل في التفاعل. بمعنى أن الأنزيم كيقطع الأغذية ولكن ما كيتخضعش لظاهرة الهضم. إذن الهضم قلنا بأنه عبارة عن ظاهرة ميكانيكية. ميكانيكية يعني بتدخل حركة عضلات الأسنان والعضلات البطن، وكيميائية بتدخل أنزيمات. الأنزيمات كتلعب دور ديال مقص، يعني كتجزأ وكتقطع وكتبسط الأغذية من جزيئات كبيرة إلى جزيئات صغيرة. الآن غنتعرفوا على أعضاء الجهاز الهضمي والأنبوب الهضمي. أولا عندنا الفم، المريء، المعدة، الكبد، المرارة، البنكرياس، المعي الغليظ، المعي الدقيق، والمخرج. مجموعة هاد الأعضاء كيعطيونا أعضاء الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي عند الإنسان، إذا طرح عليك السؤال ما هي أعضاء الجهاز الهضمي عند الإنسان، يجب كتابة كل هذه الأعضاء. يعني أعضاء الجهاز الهضمي عند الإنسان هي الفم، المريء، المعدة، الكبد، المرارة، البنكرياس، المعي الدقيق، المعي الغليظ، والمخرج. وكل عضو من هذه الأعضاء له دور في عملية الهضم. إذا الجهاز الهضمي هو مجموع هذه الأعضاء. إذا من هو الأنبوب؟ الآن غنتعرفوا على أعضاء المكونة للأنبوب الهضمي. ما هي هذه الأعضاء؟ عندنا الفم، مريء، معدة، معي الدقيق، 12، معي غليظ، مخرج. هذه الأعضاء تكون الأنبوب الهضمي. نتحدث عن الأنبوب الهضمي. أما الجهاز الهضمي فهو فم، مريء، معدة، معي الدقيق، 12، معي غليظ، مرارة، كبد، بنكرياس، مخرج. إلا لاحظتم بأن الأعضاء اللي متواجدة في الأنبوب الهضمي كاينة في الجهاز الهضمي، زائد الأعضاء الملحقة اللي هي المرارة، كبد، بنكرياس. إذن الجهاز الهضمي كيتكون من أعضاء الأنبوب الهضمي زائد الأعضاء الملحقة. الأعضاء الملحقة هي المرارة، كبد، بنكرياس. خاصكم دائما تفرقوا ما بين الأنبوب الهضمي والجهاز الهضمي. الأنبوب الهضمي هو الطريق اللي كتمشي منه الأغذية، أما الجهاز الهضمي كيجمع لنا الأنبوب الهضمي وهادوك الأعضاء الملحقة اللي كيكونوا قرابين من الأنبوب الهضمي. الجهاز الهضمي كيساوي الأنبوب الهضمي زائد الأعضاء الملحقة. الآن غنتعرفوا على كيف يتم الهضم بطريقتي الميكانيكية والكيميائية عبر أعضاء
الأنبوب الهضمي. أولا عندنا على مستوى الفم كيحدث لنا نوعين من التحولات، التحولات الميكانيكية والكيميائية. ما هي التحولات الميكانيكية؟ أنا ملي كناخد أغذية معينة كنقوم أولا بعملية القطع بواسطة القواطع، التمزيق والطحن بواسطة الأنياب والأضراس، يعني كيتم تعرض الأغذية إلى ظاهرة ميكانيكية بواسطة الأسنان. ملي كندير هادشي كنولي كنمزج الأغذية باللعاب وتحريكها بواسطة اللسان، كنبقى نحركها حتى كنحصل في الأخير على واحد اللقمة غذائية سهلة الابتلاع ومرورها عبر المريء. إذن الأغذية ملي كتناولها في المرة الأولى كتعرض لعملية القطع والتمزيق والطحن بواسطة الأسنان، مزج الأغذية باللعاب وتحريقها بواسطة اللسان إلى أن أحصل على لقمة غذائية قابلة الابتلاع باش ما توحلش لينا. الآن على مستوى المعي الدقيق، قلنا بأن النشا كيتم الهضم ديالها على مستوى الفم بوجود نشوات اللعاب، وكنحصلوا على مالتوز. المالتوز مازال كتعتبر جزيئة كبيرة وصعبة الامتصاص من طرف المعي الدقيق. أيضا على مستوى المعدة كيتم الهضم ديال البروتيدات بتدخل بروتياز أ، وكيعطينا عديد البيبتيد. هاد عديد البيبتيد مازال كتعتبر جزيئة كبيرة وصعبة الامتصاص من طرف المعي الدقيق. داكشي علاش على مستوى المعي الدقيق كيتم إتمام عملية الهضم تاع كل من المالتوز وعديد البيبتيد وأيضا الدهنيات. كيف ذلك؟ على مستوى المعي الدقيق كيتم إفراز واحد العصارة معوية. هاد العصارة المعوية كتحتوي على واحد الأنزيم سميتو الليباز. هاد الليباز مسؤول فقط عن تفكيك الدهنيات، أما ما تبقى من المالتوز فيتم تفكيكه بواسطة أنزيم جديد يوجد على مستوى المعي الدقيق كيتسمى بنشوات. وأيضا عديد البيبتيد كيتم الهضم ديالو والتفكيك ديالو بوجود أنزيم كيتسمى ببروتياز 2. كيف ذلك؟ بالنسبة للمالتوز بوجود المالتاز اللي هو الأنزيم غادي يفكك لنا المالتوز إلى مالتاز زائد غليكوز. بالنسبة للمالتاز فهو أنزيم ينحفظ، يعني ما كيتمش الهضم ديالو، هو كيساعد على تفكيك وتجزيء المالتوز إلى جزيئة صغيرة وهي الغليكوز، ولكن لا يتعرض للهضم. إذا الغليكوز هو الناتج النهائي لهضم الجزيئة الكبيرة تاع النشا. إذا الغليكوز يعتبر سهل وبسيط الامتصاص من طرف المعي الدقيق. الآن بالنسبة لعديد البيبتيد، عديد البيبتيد بتدخل أنزيم بروتياز 2 كيعطينا بروتياز 2 زائد الأحماض الأمينية. عديد البيبتيد حصلنا عليه ملي هضمنا البروتيدات على مستوى المعدة، لكن عديد البيبتيد جزيئة كبيرة، لذلك المعي الدقيق كيفكوا الجزيئة الصغيرة كتسمى الأحماض الأمينية. إذا الأحماض الأمينية هو الناتج النهائي لهضم البروتيدات، وهو جزيئة بسيطة جدا وسهلة الامتصاص على مستوى المعي الدقيق. كتبقى لنا الدهنيات. الدهنيات بتدخل أنزيم اللي سميتو الليباز كيفكك لنا الدهنيات وكيجزئها إلى جزيئة صغيرة جدا اللي هي الأحماض الدهنية والجليسيرول، عفوا أحماض دهنية والجليسيرول. دهنيات زائد أنزيم الليباز كيعطينا الليباز، أنزيم لا يتفكك، زائد أحماض دهنية زائد الجليسيرول. باش يتم لنا هاد التفاعلات خاص يكون الماء ودرجة حرارة الجسم اللي هي 37 درجة سيليسيوس. كخلاصة أن هضم النشا كيتم في مرحلتين،
على مستوى الفم نشا كيعطينا مالتوز، مالتوز مزاج جزيئه كبيره، كيجي المعي الدقيق كيجزئ الى اصغر جزيئه اللي هي الجليكوز بتدخل انزيم المالتاز. هذا بخصوص النشا. البروتيدات يتم هضمها في المره الاولى على مستوى المعده بتدخل بروتياز واحد اللي كيكون في العصاره المعديه، كيعطينا عديد البيبتيد. هاد عديد البيبتيد مازال جزيئه كبيره، ملي كتنزل المعي الدقيق اش كيدير لها المعي الدقيق؟ كيفكك ويجزئها الى اصغر جزيئه اللي هي الاحماض الامينيه بواسطه من؟ بواسطه انزيم سميتو بروتياز 2. بالنسبه للدهنيات، الدهنيات على مستوى المعده كاين واحد انزيم سميتو الليباز كما قلت لك، كيجزئ الدهنيات الى احماض دهنيه زائد الجليسيرول. اذا هاد الرباعي اللي هو الجليكوز احماض امينيه احماض دهنيه جليسيرول كيتسماو بنواتج هضم كل من النشا والبروتيدات والدهنيات. حنا في التغذيه ديالنا كاينين عناصر اخرى اللي هي الماء والاملاح المعدنيه والفيتامينات. هاد الجزيئات صغيره جدا وسهله الامتصاص من طرف المعي الدقيق، لذلك لا تخضع للهضم، لا تخضع للهضم. قلت لكم بان الجليكوز احماض امينيه احماض دهنيه والجليسيرول كيتسموا بنواتج الهضم. اذا شنو عندنا في المستوى المعي الدقيق؟ عندنا نواتج الهضم اللي هي الجليكوز احماض امينيه احماض دهنيه والجليسيرول وشنو ايضا والماء والاملاح المعدنيه والفيتامينات. المجموع تاع هادو كاملين كيتسموا لنا بمواد القيت. اذا مواد القيت ما هي؟ هي نواتج الهضم زائد الماء والاملاح المعدنيه والفيتامينات. مفهوم؟ خاصنا دابا نعرفوا شنو مصير ديال هاد مواد القيت. بما انه لدينا مواد القيت على مستوى المعي الدقيق فما غيبقاش دائما على مستوى المعي الدقيق، غيكون عنده مسار اخر. ما هو مصير مواد القيت؟ مواد القيت عندنا داخل الامعاء داخل المعي الدقيق. على ماذا يحتوي المعي الدقيق؟ الجدار الداخلي ديال المعي الدقيق غني بالشعيرات الدمويه والخملات المعويه. بفضل تواجد هذه العروق الدمويه والخملات المعويه يتم امتصاص مواد القيت، يعني ان مواد القيت تتعرض لظاهره الامتصاص المعوي. ولكن هذه المواد القيت واحد الفئه كتاخذ طريق وفئه كتاخذ طريق، كيف ذلك؟ بالنسبه للخمله المعويه اللي كتواجد داخل الجدار الداخلي تاع المعي الدقيق كيتكون من شعيرات دمويه وعروق لمفاويه. هاد مواد القيت كاينه اللي كتاخذ الطريق وكتمشي عبر الشعيرات الدمويه، وكاينه اللي كتاخذ طريق اخر وكتمشي عبر العروق اللمفاويه. الان غنحدد لكم شكون هي اللي كتمشي عبر الشعيرات الدمويه وشكون هي اللي كتمشي عبر العروق اللمفاويه. بالنسبه للاحماض الامينيه الجليكوز الماء الاملاح المعدنيه الفيتامينات فهي كتمشي عبر الشعيرات الدمويه، لكن الاحماض الدهنيه والجليسيرول كتمشي عبر العروق اللمفاويه. اعيد، مواد القيت ملي كتوصل للمعي الدقيق بفضل العروق اللمفاويه والعروق الدمويه الموجوده في الجدار الداخلي ديال المعي الدقيق، مواد القيت كتتعرض لظاهره الامتصاص المعوي. لكن الاملاح المعدنيه الماء الفيتامينات الجليكوز احماض امينيه كتاخذ الطريق ديالو كتمشي عبر الشعيرات الدمويه، لكن الاحماض الدهنيه والجليسيرول كيمشي عبر العروق اللمفاويه. شكون اللي كنقول هادشي كامل؟
الدم كيديه الخلايا، باش حتى الخلايا خاصها التغذيه، كتاخذ هذوك مواد القيت باش كتقوم بالوظائف الحيويه تاعها. عندنا واحد الاغذيه ملي كناكلو، ماشي جميع التغذيه اللي كناكلو كتعرض للهضم، كاين شي حاجه اللي كتلهق ما كتعرضش للهضم، هذيك العناصر الغير المهضومه كتمشي للمعي الغليظ وتطرح عبر المخرج على شكل فضلات. اذا مواد القيت تنقل بواسطه الدم، املاح معدنيه، فيتامينات، الماء، الاحماض الامينيه والجليكوز عبر الشعيرات الدمويه، الدهنيات يعني الاحماض الدهنيه والجليسيرول عبر العروق اللمفاويه، العناصر الغير المهضومه، المعي الغليظ، وتطرح على شكل فضلات. بالنسبة للبنكرياس اللي كتدخل ضمن الأعضاء الملحقة، البنكرياس كتوفر على خلايا عنيبية، هاد الخلايا العنيبية كتفرز واحد العصارة قاعدية، قلنا بأن المعدة تفرز عصارة حمضية، هاد العصارة الحمضية إلا نزلت مباشرة إلى الأمعاء غادي تخرب وتدهور لينا غشاء الأمعاء، لذلك البنكرياس كيفرز واحد العصارة قاعدية، علاش؟ باش تحمي غشاء الأمعاء الدقيقة من حموضة العصارة المعدية. بالنسبة للمرارة وهي أيضا عضو ملحق، يفرز الصفراء، شنو الدور ديال الصفراء؟ هو تفتيت الدهون إلى جزيئات صغيرة، هاد الصفراء ماشي عصارة هضمية، علاش؟ حيت ما كتوفرش على أنزيمات. اي ماده موجوده في الجسم ما كتسماش عصاره هضميه الا ما كانش كتحتوي على انزيمات، الا كانت كتحتوي على انزيمات فهي عصاره هضميه. كنتمنى الدرس يكون مفهوم ومبسط لفائده تلاميذ المستوى الثالث اعدادي. لا تنسوا الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.